خلال هذه الدورة ديال فبراير في المستهل ديالها أكدنا على العمل والمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية والإقليمية وكذلك المجتمع المدني وأعضاء المجلس من أجل التعبئة لإضفاء طابع الفرح على الزيارة ديال جلالة الملك حفظه الله باش يدشن أكبر محطة تحلية مياه البحر بأفريقيا في المحطة ديال الدويرة واعتبار يعني الايجابيات ديال هذه المحطه على الاستقرار وعلى التماسك الاجتماعي وعلى القيمه المضافه بالنسبه للفلاحه وكذلك مياه الشرب بالنسبه للجهه. وكذلك تطرقنا في معرض الدوره الى مجموعه من الاتفاقيات مع الجمعيات فيما يتعلق بتدبير المخوض بخصوص النقل المدرسي وكذلك الماء الصالح للشرب. وبعد ذلك تناولنا مجموعه من المشاريع اللي اليوم احنا بصدد اطلاقها خصوصا الملعب الرياضي الكبير وكذلك القاعة المتعددة الرياضات وكذلك مجموعة من الطرق يعني ومحاور طرقية المهمة المهيكلة بالإضافة كذلك المشروع اللي كانت تتسنى الساكنة اللي تتعلق بالتطهير السائل يعني الواد الحار وكذلك سياسة المدينة اللي فيها واحد عدد ديال المشاريع تصل التكلفة الإجمالية ديالها تقريبا واحد 89 مليون درهم من أجل يعني تحسين السير والجولان والطبليط وتهيئة الشوارع من بعد ما غادي تنتهي الأشغال ديال الواد الحار وكذلك الأفق ديال العمل اللي كاين بزاف ديال يعني الأمل كبير وطموحنا كذلك كبير وكذلك الأوراش اللي فتحناها في إطار الميزانية التشاركية مع مختلف الجمعيات بخصوص الماء وبخصوص كذلك المركبات السوسيو تربوية فضاءات الترفيه واللعب ويعني التدعيم البنية التحتية في كل المجالات بمعنى أنه يعني وهذه المناسبة لابد أنه نتمن العمل اللي تيقوم به عامل الإقليم في دعم هذا الموضوع المبادرات وكذلك الالتفاته المولويه الساميه منذ الخطاب ديال المسيره الخضراء اليوم بمعنى ان سوس وكل حاضره سوس وبالجماعات ديالها بالاقاليم ديالها غادي تشهد واحد الطفره نوعيه يعني مبشره بمزيد من العمل ومزيد من الامراش التنمويه.